شكرا لجميع الزملاء على هذه الاستضافه الكريمه. الحقيقه انه الرؤيه الاسرائيليه لما يحصل في الضفه الغربيه من تطورات ميدانيه وعسكريه تجعلنا نقف على سؤال مفصلي، انه هل ان المقاومه الجاريه في الضفه الغربيه هي بغرض استنزاف الاحتلال مشاغلته ام الوصول معه الى حاله من الحسم الميداني؟ وإجابة السؤال هذا تحتم علينا الحديث في الوسائل المستخدمة، الأدوات المستخدمة. إذا كان الحديث يدور عن استنزاف الاحتلال في على شكل حرب عصابات أو خلايا كر وفر، اهرب اضرب واهرب أو الحسم معه، هذا بالتالي يضع علامة أو سؤال مهم أمام الأدوات التي تستخدمها المقاومة لا سيما في الآونة الأخيرة. ولذلك يمكن النظر من الزاوية الإسرائيلية إلى أن الرؤية الإسرائيلية تقسم ما يحصل في الضفة الغربية إلى مجموعة خيارات أو بدائل قائمة، على رأسها موضوع استمرار الحالات الفردية أو ما تسميه إسرائيل الذئاب المنفردة في الضفة الغربية، سواء كانت عملية دهس، طعن، إطلاق نار بأدوات أو أسلحة بدائية، وهذه تراجعت نسبيا في الأسابيع الأخيرة لصالح العمليات المنظمة نسبيا التي قد تحتاج إلى توجيه تنظيمي آني منطقي جهوي، وهذا بالتأكيد على شكل خلايا ليس بالضرورة عنقودية أو هرمية، وإنما خلايا آنية في مخيم ما، في بلدة، في قرية من وسائل محلية. الخيار الثالث أو النوع الثالث هو القوى المنظمة بشكل كامل، وتكلم عن قوى مقاومة مسلحة لها تواجد عسكري ميداني عملياتي، وهذه قد تكون إلى حد ما غير متوفرة بشكل كبير باستثناء حالات مثل جنين، القصبة بدل القديمة وسواها، أو كما كان في عقبة جبر. لكن حتى الآن واضح أن البيئة الميدانية الأمنية في الضفة الغربية بسبب الهشاشة القائمة فيها، سواء السلطة الفلسطينية حتى لو تراجع قدراته أو الاحتلال، يحول عمليا دون وجود حالات منظمة بشكل كبير ما توجه عن بعد من خارج الضفة أو في داخل الضفة. لذلك يبقى الخياران الأوليان هما الأكثر شيوعاً، وهو الحالات الفردية المتوزعة أو الحالات المناطقية الآنية. النقطة الأساسية عند الإسرائيليين بشكل أو بآخر هو أنه بتزامن مع هذه الحالات واضح أن هناك تراجع نسبي للمقاومة الشعبية الجماهيرية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا قد يضع معضل على المقاومة. نحن كنا في فترة سابقة نتكلم أنه في حالة اشتباك حقيقي بين المقاومه والاحتلال في الضفه الغربيه وتدخلت غزه، اول صاروخ يصدر من غزه بالتالي يميت الحاله الميدانيه في الضفه الغربيه، ولذلك مساله عدم انخراط غزه قد يكون له اسباب وجيهه بعدم توفيت فرصه على الاحتلال في الضفه الغربيه. الان وجود السلاح الميداني، اطلاق النار، العمليات، العبوات في الضفه الغربيه واضح انه حيد نسبيا او مؤقتا البعد الشعبي والجماهيري، وهذا يطرح سؤال مهم، خاصة أنه إحنا المقاومة المطلوبة في الضفة الغربية مع الاحتلال يستدعي تدخل كل هذه الأطراف الشعبية، جماهيرية، عسكرية، آنية، مناطقية بشكل عام. لكن دخول العمل العسكري الصريح الواضح واضح أنه أبعد نسبيا ولو مؤقتا الحالة الشعبية والجماهيرية. النقطة الثالثة أو الرابعة أنه هذه المقاومة القائمة في الضفة الغربية الآن واضح أنها مدعومة بشكل أو بآخر باعتراف الاحتلال بمقاومة في غزة، سواء الدعم التقني، الاستخباري، المعلوماتي، وهذا ما حصل في موضوع العبوات الناسفة في جنين وإمكانية إطلاق صواريخ منها، والدعم المالي من الخارج كما يبدو، وهذا واضح. أي أن هناك اعتراف إسرائيلي واضح أن المقاومة في الضفة الغربية بغض النظر عن حالاتها القائمة تحظى بدعم لا تخطئه العين من المقاومة في غزة أو المقاومة في الخارج فلسطينيا، وهذا بالتأكيد يضع عند الإسرائيليين تحدي حقيقي في إصرار المقاومة بمختلف تشكيلاتي على إبقاء الحالة في الضفة الغربية في حالة تثوير دائم على مدار الساعة، سواء كان دعم مالي، عسكري، استخباري، إعلامي. هناك نقطة الحقيقة بحاجة إلى نقاش في هذا المجلس المحترم، وأن الإسرائيلي بشكل لافت واضح عيانا صراحة هكذا يتكلم أنه الأيدي الإقليمية في الضفة الغربية هي التي تحرك الميدان العسكري والمقاومة في الضفة، وهذا قد وإن كان فيه جانب ما، لكن مهم نحن كشعب فلسطيني وقوة حية أن نحذر من هذا الموضوع، بمعنى ألا يتم تحويل ساحة المقاومة الفلسطينية ذات الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أحد مفردات الاستقطاب الإقليمي الحاصل بين إسرائيل وأعدائها الإقليميين. هذا مهم،
والأخطر من ذلك أن يتم تداول تصريحات صادرة من قيادات الدول الإقليمية الحاصلة خاصة في إيران ولبنان بالحديث عن تسليح الضفة الغربية، وهذا الحقيقة لا أخفيكم إخوان الكرام يجد صداه الإعلامي على مدار الساعة عند الإسرائيليين، ليس فقط إعلامي، تصريحات ساسة وعسكريين وخبراء وجنرالات إنه ناسف الضفة جزء من العداء الإيراني لإسرائيل، وهذا الحقيقة يعني مضى عندنا مشكلة. بإمكان استمرار الدعم الخارجي للمقاومة لكن دون الحاجة إلى صبغ هذه المقاومة باستقطابات إقليمية قائمة، من شأنه زيادة الاستعداء ليس فقط الإسرائيلي وإنما الإقليمي للمقاومة الفلسطينية، واعتبار ما يحصل جزء من مد النفوذ الإقليمي في داخل الأراضي الفلسطينية. الإسرائيلي توقف كثيرا في الآونة الأخيرة عند موضوع قفزات المقاومة النوعية في الضفة، خاصة موضوع استخدام العبوات الناسفة والحديث الجديد عن إمكانية إطلاق صواريخ من داخل الضفة. وهذا الحقيقة إخوان يعني إلى جانب الإشادة والدعم كل هذا الكلام، لكن يضع علامة سؤال، هل أن المقاومة وهي تخوض معركة استنزاف مشاغلة للاحتلال معنية بحرق مسافات، بحرق مراحل مع الاحتلال من خلال اللجوء إلى هذه الأدوات النوعية الخطيرة على الاحتلال؟ في الجانب الآني المؤقت نعم، هي تشبه أثمان باهظة وتجعله يعد إلى العشرة قبل الذهاب إلى الشنيحات، لكن على الصعيد الرأي العام الإسرائيلي الداخلي تعيد إلى الأذهان الإسرائيليين 20 عام إلى الوراء حين ما حصل في غزة قبل الانسحاب منهم، واعتبار أنه نقل النموذج المقاوم بكل تفاصيله الذي كان في غزة زائد قبل الانسحاب إلى الضفة الغربية أظنه يولد نوع من الدعم من غير المسبوق ودعم المنقطع النظير للاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية واجتياحات وأعمال همجية حصلت، وليس أدل على ذلك ما حصل في العملية الأخيرة في جنين عدوان بيت وحديقة من دعم غير مسبوق من المعارضة لتنفيذ هذا العدوان. لذلك هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش، إنه هل من صالحنا كمقاومة فلسطينية أن نبقي على ذات الوسائل المستخدمة والتدرج المعقول والعقلاني في استخدامها، أم نحرق مسافات في اللجوء إلى أساليب قد تبدو يعني خطيرة آنيا، مهمة آنيا على صعيد الأثمان البشرية الإسرائيلي، لكن على المدى البعيد قد تضع إشكالية في استعداد أكثر من قبل الإسرائيليين والدول المجاورة والمجتمع الدولي. النقطة الرابعة، الإسرائيلي ما زال يراهن، وهذا يمكن لاحظناه في الأيام الأخيرة، على دور أكبر للسلطة الفلسطينية في الاشتراك معه في استئصال شعبة المقاومة. ولو يمكن لاحظنا في الساعات الأخيرة بدعوى تحضير أو جنين لاستقبال رئيس السلطة الفلسطينية، لجأت الأمن الفلسطيني بشكل واضح هكذا صريح إلى تفكيك العبوات الناسفة الموجودة في شوارع جنين. أي أن الأمن الفلسطيني كان عنده علم بخارطة هذه العبوات، تواجدها وزراعتها، وعندما جاء حديث بحجة زيارة أبو مازن تم تفكيكها. وهذا يضع تحدي حقيقي على المقاومة، أن السلطة ما زالت تحتفظ بدورها الأمني في الضفة الغربية، وعندما يتم إفساح المجال لها قد تتدخل. أنا هنا أحيل الإخوة الكرام إلى ما سرب في الأيام الأخيرة حين قيل إنه عملية بيت وحديقة التي تمت بسرعة قياسية 48 ساعة كحد أقصى، سواء التخوف من المقاومه في الضفه في جنين من امكانيه تنفيذ اجتياحات وتفجير عبوات ناسفه، او ضغوط امريكيه بعدم زياده العمليه عن مسافتها عن سقفها الزمني، او عدم رغبه الاسرائيلي بدخول جنين وسقوط خسائر بشريه كبيره من الجانبين مما يثير راي العام العالمي. ايا كانت الاسباب التي حدثت بذلك، لكن قال الاسرائيليون ان هذه ال 48 ساعه حظيت برقابه عسكريه صارمه لعدم إفشاء تفاصيلها الأمنية. قد لا يكون المقصود به خسائر أو إسرائيل، لكن الحديث إنه هل تم إنفاذ العملية لتمرير السلطة الفلسطينية إلى جنين تدريجيا وعودتها بغرض استكمال المهمة العسكرية الإسرائيلية، مهمة أمنية واستخبارية ميدانية، قد يكون ذلك. لذلك التعويل الإسرائيلي على السلطة ما زال قائم بقوة، وموضوع الاجتماع الكاميرات أول أمس بتمرير مساعدات وتسهيلات السلطة قائم، وهذا يضع تحدي على المقاومه في موضوع بدل مواجهه الاحتلال لا مواجهه الاحتلال والسلطه. وان هناك نقطه واضح عند الاسرائيليين بانه قرار عابر للحكومات بعدم السماح باستنساخ هذه النماذج الحاصله في جنين ونابلس الى باقي مناطق الضفه الغربيه.
ورغم ما يبذل من جهود حقيقية مضنية من قبل المقاومة في الضفة في قطاع غزة أو في الخارج لدعمها، لكن واضح أن هناك قرار حقيقي، وإذا ما كانش قرار إسرائيلي وحده قرار إقليمي بعدم السماح بتمدد هذه الظاهرة على الحدود الإقليمية للضفة الغربية، مما يعني زعزعة الاستقرار الأمني نسبيا في دول مجاورة، ولذلك قد تواجه المقاومة بضغوط حقيقية أمنية معلوماتية استخبارية بمحاولة إجهاضها قبل أن تتمدد أكثر. طيب دكتور عدنان، يعني أقل من دقيقتين أقل باقي، أقل أقل فأنوه أن أقل الراغبين في السؤال أو المشاركة بالإمكان رفع الأيدي أو تسجيل الأسماء. واضح أن هناك في موضوع المقاومة الحاصلة في الضفة الغربية، واضح أن هناك قرار إسرائيلي سابق بما يمكن نسميه قضم إنجازات سيف القدس في موضوع الساحات المجاورة أو الجبهات المجاورة، ولذلك مثلا لاحظنا انفراد إسرائيلي واضح بالمقاومة في جنين على أهمية ذلك في ساحة مجال المقاومة، لكن الإسرائيلي كان يعول كثيرا على عدم تدخل جبهات أخرى في هذه المعركة والاستفراد بجنين. إن سمحت لي فقط أذكر عدة معايير أساسية تحكم السلوك الإسرائيلي في الموضوع الحاصل في الضفة الغربية. أولا، تكثيف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، على الضفة الغربية بشكل عام، ودمج مجموعة سيناريوهات مشتركة، عمليات خاطفة، عمليات موسعة جديدة حديثة باستخدام الطائرات والاغتيالات عن بعد. اثنين، إصرار الإسرائيلي على عدم إشراك باقي الساحات في أي عملية عدوانية في الضفة الغربية، سواء كان ضغوط سياسية، اقتصادية، أمنية، إقليمية معينة. ثلاث، التعويل الكبير على السلطة الفلسطينية بضرورة أن تأخذ دور تطلع بدورها في التقدم أكثر فأكثر في الضفة الغربية. أربعة، العمل على دمج مختلف السيناريوهات الإسرائيلية والخيارات مجتمعة في سلة واحدة، واستحضيرها لأي عملية بناء على سيناريوهات أو جغرافية كل منطقة على حدة، جنين، القصبة، بلدة القديمة، عقبة جبر، طول كرم، أيا كانت. خمسة، تكثيف التنسيق الأمني ليس فقط الفلسطيني الإسرائيلي وإنما أيضا الإقليمي بإمداد شبكة معلومات استخبارية مجاورة. بالمناسبة كان بالأمس تقرير مطول في الإسرائيليين عند أن حدود الضفة الغربية مع الأردن أصبحت مستباحة لتهريب الأسلحة وتخوف من استنساخ نموذج الجندي محمد صلاح على الحدود المصرية. أخيرا، المعيار المهم هو موضوع أثر استمرار الانقسام الإسرائيلي الحاصل في إمكانية رضوخ نتنياهو لضغوط اليمين وابتزاز اليمين في موضوع تنفيذ عمليات أخرى في الضفة الغربية. شكرا لكم.